وبهذه المناسبة أيضا أكد مجلس الشورى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وضع الأسس والركائز التي جعلت الشعب البحريني شريكا أساسيا في بناء الديمقراطية الحقيقية والبناءة والإسهام بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة لمملكة البحرين. وأشار المجلس إلى أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لا تألو جهدا في الدفع نحو مزيد من المبادرات والمشاريع التي تعزز مبادئ وقيم الديمقراطية في المملكة وبما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات. وبين المجلس أن شعب البحرين أكد دوره الثابت وتحمله للمسؤولية الوطنية في العديد من المحطات والمواقف من خلال المشاركة والإسهام في تحقيق الإنجازات الديمقراطية ورسم خارطة الديمقراطية للمملكة، مشيدا المجلس بالمشاركة الواسعة التي تشهدها الانتخابات النيابية والبلدية كل 4 أعوام. وجدد مجلس الشورى تأكيده على استمرار العمل وبذل الجهود لتطوير وتحديث منظومة التشريعات الوطنية وجعلها متوائمة مع التقدم الديمقراطي في المملكة والتي أكد عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.